حتى الممارس العام لغايه الكونسلتنت والاستشاري، كل واحد له احتياجات تدريبيه. الكونسلتنت ده محتاج ان هو يحضر مؤتمرات علميه متقدمه، محتاج يتدرب على سكيلز، تكنيكال سكيلز عاليه. كل واحد له جزء من التدريب من الاحتياجات التدريبيه. ناقشت الكلام ده مع سياده المحافظ وقلنا ما يصحش ان يكون في educational technology او تكنولوجيات تعليميه قويه دلوقتي واحنا ما زلنا بنستخدم التراديشنال موديل. مش هيحصل عندنا الاونلاين ليرنينج والاديوكيشن على اعلى مستوى. بدانا نعمل اتصالات مع اكبر الجامعات في مصر اللي هي خاصه بالتدريب والتاهيل، وكلهم ابدوا استعداد، وهيتعمل منظومه تاهيل للاطباء، لان التاهيل كمان مش بس في العلم، التاهيل في البرزنتيشن بتاعه وطريقه الكلام واللبس والحضور، لان الطبيب المصري طول عمره وجهه مشرفه للطب اللي بدا في مصر من ايام الفراعنه. فيعني لهم حق عندنا ان احنا نعلمهم وندربهم مش بس فنيا وفي كل حاجه ان شاء الله، وهنعمل نماذج باذن الله. وانا واثقه في شباب الاطباء.